بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أنا المخرج المصري وائل الصديقي. أنا بعلن رسميا ترشحي لرئاسة الجمهورية 2018 إن شاء الله، الرئاسة القادمة. أنا هقدم نفسي كرئيس للجمهورية، والأول مرة في الدنيا من ساعة ما وعينا على الحياة، من ساعة ما اتولدنا في مصر وشوفنا وعرفنا تاريخ مصر، عمر ما حد قدم حاجة اسمها برنامج رئاسي. البرنامج الرئاسي ده هو بكل بساطة لما شفناه في العالم كله وشوفنا الناس كلها بتعمله في العالم كله، عرفنا ان هو الرئيس بيتحاسب على اللي هيقوله في البرنامج الرئاسي. احنا من ساعة ما الضباط الاحرار خدوا الحكم من الملك، وبدل ما كان عندنا ملك واحد النهارده بقى عندنا 25 ملك، كلهم لواءات في الجيش، كلهم ماسكين كل حاجة، الموضوع اصبح صعب. لان انت في الاول كنت عبد عند ملك واحد، دلوقتي انت عبد عند 60 ملك. بعد ما امموا الحاجات اللي كانت ملك الشعب وملك الاغنياء وملك الملك وخدوها، بصينا لقيناهم خدوها لنفسهم الضباط الاحرار واخواتهم وعائلاتهم واولادهم. فاصبحت الثروه المصريه بدل ما هي كانت مع واحد بقت مع 60 واحد، والستين واحد دول عمالين يورثوا لاولادهم موضوع التركه المصريه وماسكين فيها بالعافيه، مش عايزين يسيبوها. تمام. فجه بعد كده ناصر اتقتل، مسك مكانه السادات. لا ناصر ولا نجيب قالوا للناس احنا هنعمل حاجة، ولا قدموا برنامج انتخابي، لانه كان انقلاب على الملك، فخدوا منه كل حاجة وطردوه من مصر وخدوا ليهم لنفسهم هم كل حاجة. فما كانش عند ناصر ونجيب او ضباط الاحرار اي برنامج انتخابي، وما كانش فيه انتخابات، وما كانش الشعب عارف اي حاجة، ولا عارف الناس دي هتعمل ايه، ولا عارف اي حاجة. كل اللي عارفينه ان احنا عايزين نمسك البلد بدل الانجليز. هو فعلا حصل الجلاء، وبقى فيه عيد اسمه الجلاء، اللي هو يعني لما الانجليز مشوا من مصر، اخر جندي انجليزي مشي من مصر والملك اتطرد، وبدأت المصريين بدأوا يمسكوا البلد اللي كان ماسكها الانجليز. من ساعة ما مسكنا احنا مصر وهي حالها في النازل، يعني ابسط مثال، مثلا الجنيه كان بخمسة جنيه، الجنيه كان بخمسة دولار، الجنيه كان بخمسة دولار او بكام، باربعة دولار ايام الملك. لما مسك ومشيت الانجليز، انت مشيت كل العساكر الانجليز، فضل شوية طائفة كده انجليزية، الناس اللي شغالة في المدارس والناس اللي شغالة في المصالح الحكومية ورئيس شركة مش عارف ايه ورئيس شركة مش عارف ايه. الناس دي بعد ما حصل الموضوع بتاع الثورة سنة 52 والملك مشي، بدأت الناس دي تصفي اعمالها وتمشي هي كمان، فبقت 100% الحكومة مصرية، بقت 100% الرئاسة مصرية، وكان الشعب في الوقت ده غير مؤهل ان هو يقود بلد. جه بعد كده ناصر اتقتل، جه السادات مسك على طول، ما كانش فيه اي نوع من انواع البرامج الانتخابية. انت طب انت هتعمل لنا ايه؟ مفيش، هو اوتوماتيك. جه بعد كده السادات اتقتل، نائب حسني اخد الرئاسة وقعد فيها 30 سنة من غير برضو ما يقول لنا انت ناوي تعمل ايه؟ طب احنا هنحاسبك على ايه؟ انت بقيت رئيس. فتبص تلاقي المصريين عمالين يتغير عليهم رؤساء دولة، ومصر عمالة يقعد على عرشها ناس، الناس دي محدش كان عنده رؤية. يجي في حتة فضاء، ارض فضاء، طب خلاص نعمل فيها كذا. طب وده هنعمل فيه ايه؟ لا نعمل فيه كذا. طب هات لنا واحد مثلا وزير يمسك لنا الحته دي، يعمل لنا كذا ويعمل لنا كذا. طب انت قلت للشعب ايه؟ انت يعني انت دلوقتي قلت للشعب، انا يعني انت دلوقتي هل قعدت اتكلمت معاهم؟ انت بعد ما بقيت رئيس ورجلك فوق رقابيهم جاي بتقعد ما انا هعمل لكم وهسوي لكم، وفعلا كل واحد فيهم له مزايا وله عيوب، بس لما بتبقى عيوب في الرئاسه بتبقى جامده قوي، بتغطي على كل المزايا. يعني مثلا 20 سنة من حكم حسني مبارك، من اول ما خدها، لما خدها من السادات كانت مصر قطعة،
كل العلاقات مع الدول العربية، لأنهم كانوا مقاطعين السادات علشان كامب ديفيد، وبعد كده بدأت الناس يعني تتعامل مع حسني مبارك كأنه صفحة جديدة. وفعلا هو كان صفحة جديدة، وفعلا بدأ يحسن علاقاته، لأنه الراجل لما شاف يعني ايه حرب قال لك لا انا مش عايز احارب تاني. الراجل شاف الموت بعينيه، شاف الحرب بعينيه، شارك في الحرب بنفسه، كان في القيادات، والكلام ده كلنا عارفينه. فلما عارف يعني ايه حرب قال لك لا انا كرئيس جمهورية مش عايز ادخل بلدي في حرب تاني. وفعلا البلد تستقر، وبدأ يجي لك سياحة، وبدأ يجي عندك اقتصاد، وبدأت تجيب مستثمرين، وكان لسه في حتة ارض اسمها طابة كانت لسه مع اليهود. فقال لك طب وبعدين احنا لما كنا بنحرر سينا ما خدناش طابة، وانا مش عايز اخش في حروب تاني. فلجأ لحاجة اسمها التحكيم الدولي. التحكيم الدولي ده هي محكمة عدل دولية، الدول بتتقاضى قدامها، تيجي انت تتقاضى قدام محكمة عدل دولية، انا والله اقدر اثبت ان الطابة دي بتاعتنا. قامت اسرائيل قال لك لا، واحنا كمان نقدر نثبت ان الطابة دي بتاعتنا. كل واحد قدم المستندات، فمصر قدمت مستندات من ايام الفراعنة بخرائط فرعونية تثبت ان الطابة دي تبع مصر. قامت محكمة العدل الدولية حكمت لمصر وخد طابة من غير ما يدفع، ما يضرب رصاصة واحدة، من غير حرب، من غير اي حاجة، بالتفاوض وبالتحكيم الدولي. وراح جاي واخد طابة، وبقت طابة مصرية 100%. دي حاجة تتحسب له، محدش يقدر ينكرها على الراجل. مهما انت بص لعبت في التاريخ والكلام ده مش عاجبك، الحقيقة حقيقة. جه بعد كده كبر في اخر 10 سنين، كان ابنه بقى جمال رجع، واخد لي بالك ازاي، ومراته السيدة سوزان مبارك، والناس دي كلها واخد لي بالك، بدأت بقى تخش في الحكم. بدأ بقى علاء زي ما كلنا عارفين يمسك في الاقتصادات، في الاقتصاد، ويمسك في البزنس، ويمسك في المشاريع، ويبقى بعيد عن السياسه. وبدا جمال يمسك الحزب الوطني، وعايز بقى ايه نظام التوريث. في الفجأة في الوقت ده الشعب قال لك لا ما ينفعناش، مش عايزينك، ترحل، احنا مش هنرحل، انت ترحل. وحصلت ثوره يناير، وبعد كده مسك المجلس العسكري وقت الفوضى اللي احنا طنطاوي والناس دي، فمسكوا مصر. كان كله مش مبسوط لانهم قيادة غير مؤهلة سياسيا لان هم يعملوا اي حاجة للبلد. لكن كانت في الوقت ده وقت حرج قوي، كان لازم الجيش يمسك مصر، لانه بكل بساطة الدنيا كانت رايحة في 60 داهية. كان في شرطة، كان في بتاع، كلنا فاكرين الايام دي لانها لسه في 2011، لسه كلنا عشناه. حلو الكلام. بعد كده لما حصلت الانتخابات، انا عن نفسي تمام، وصلنا لغاية مرحلة، سيبك بقى من المهاترات اللي فات بقى بتاعت عمرو موسى وحمدين صباحي والناس دي كلها، حصلت. المهم ان الناس دول كلهم حتى هم بيجروا في الانتخابات ما حدش فيهم قعد عمل مناظره وقال لك مثلا انا هقدم ايه للشعب لو بقيت رئيس، انا الرؤيه بتاعتي ايه لو انا بقيت رئيس. فبرضه ما بقاش عندك الا اتنين، يا تقبل بحكم الاخوان المسلمين، في ناس كتير كانت معاهم وانا كنت ضدهم وما زلت ضدهم، لان انا عارف ان دي ناس ليها اجنده امريكيه، اجنده اجنبيه، وناس تانيه اللي هي خايفة من الإخوان. ما كانش قدامهم غير اختيار واحد اللي هو الفريق شفيق. فأنا مش حبا في شفيق، لا، أنا نزلت انتخبت الشفيق لأن أنا مش عايز الإخوان يمسكوا، لأن أنا عارف إن هما بقالهم 80 سنة تحت الأرض، الناس دي الله أعلم ممكن يعملوا في البلد إيه. ده غير إن هما ليهم أصول في غزة، وليهم أصول في مش عارف في حماس، وليهم أصول في مش عارف إيه، فالوضع شائك، ودي مصر. فرحت اديت صوتي لشفيق، مش عشان عايز شفيق، علشان مش عايز. يعني انت دلوقتي بتروح مثلا هنا في امريكا هتدي صوتك لهيلاري لان انت خايف من ترامب، انما انت مش عاجبك هيلاري. هو ده بالظبط اللي حصل معايا ايام شفيق ومرسي. المهم ان الاثنين برضو ما عندهمش حاجه اسمها برنامج رئاسي، كله يطلع يفتح صدره انا منكم وعليكم والحكايه وعنتريه مقرفه. وكلنا في الاخر عارفين ان مرسي ده كان موظف، كان بيقعد اللي اسمه ايه بتاع الجماعة الاسلامية، اللي هو الرجل البديع المرشد العام للجماعة الاسلامية، يقعد يوشوش له ويمليه كده يقول ايه في الخطابات. فكانت مهزلة، كانت مهزلة، وكان في عدم احترام دولي للرئيس المصري. انا في رأيي ان اللي كسب في الانتخابات دي شفيق. والله انا بقول الكلام ده على مسؤوليتي الشخصية، لان دي وجهة نظري وانا من حقي اقول وجهة نظري. انا من رأيي اللي كسب في الانتخابات ما بين مرسي
وما بين شفيق الفريق شفيق انه اللي كسب شفيق. حصل ايه في اروقة القصر واروقة المخابرات؟ قال لك انت تطلع بره مصر وتفضل بره مصر لغاية النهاردة في الامارات وحنمسك الاخوان المسلمين. الله اعلم ايه اللي حصل. حلو الكلام. المهم جه قعد السنة بتاعته، قعد عندنا خطة 100 يوم. حلو، ده عنده برنامج رئاسي بقى. اما نسمع هيقول ايه. عندنا خطة ايه؟ 100 يوم. وبعد 100 يوم اتفرجوا على المرور، اتفرجوا على العيش، اتفرجوا على العدالة الاجتماعية، اتفرجوا اتفرجوا اتفرجوا، بصينا لقيناه بيفرج عن المعتقلين السياسيين بتوع حماس وغزة، بيديلهم يعني جنسيات مصرية، بيوطنهم في سيناء. الله 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 الله. في خطة 100 يوم، وعدوا 100 يوم، وادي لا حس ولا خبر ولا الدمار. قام جاي عبد الفتاح السيسي قال له مش ده اللي اتفقنا عليه، حصل قدامنا الكلام ده. حلو الكلام. وقال لك يا جماعة فوضوني، انا الناس دي مش عجباني. قمنا نازلين كمصريين، حسينا ان في بلدنا في خطر ومش عجبانا الاجندة. في فرق ما بين برنامج واجندة. يعني ايه اجندة؟ البرنامج الرئاسي يعني انا كرئيس هعمل 1 2 3، ده اتحاسب عليه لو بقيت رئيس وما عملتوش. الفيديو ده يتمسك عليا انا دليل ان انت ما عملتش كلامك اللي انت قلت وعدتنا بيه واللي رحنا بسببه وانتخبناك عشان. انما يكون عندك اجندة خارجية، انت دلوقتي عندك حد بيمليك انت هتعمل ايه 1 2 3 4، هي دي الاجندة. حلو الكلام. فما كانش عاجب الشعب المصري دلوقتي اجندة، لدرجة ان في ناس كانت مع الاخوان طلعت قالت لك انت قطعت ايدي يوم ما ايه انتخبتك. فطلع عبد الفتاح السيسي كان مشير في الوقت دوت، الاول مسك لحين يعني ان احنا نعمل انتخابات رئاسية، مسك بالدستور كان لازم عدلي منصور يمسك لفترة انتقالية علشان. والراجل كان بسم الله ما شاء الله عليه، اللي بيتقال له بيتعامل. ادي رتبة مشير لعبد الفتاح السيسي اداله، مش عارف اعمل ايه بيعمله، وكأن عبد الفتاح السيسي كان رئيس من قبل حتى من انتخب. احنا في الوقت ده كنا بنحبه، كنا فرحانين بيه. انا واحد من الناس، كلكم عارفين ان انا كنت من الناس اللي مدعمة السيسي وناس اللي مأمنة ان الراجل ده حد وطني كويس لازم ايه يمسك البلد، لانه مش عجباني انا شخصيا اجندة الاخوان المسلمين او طريقة الاخوان المسلمين في التعامل، لان خايف على البلد كمواطن مصري انا خايف منهم. فايه اللي حصل بعد كده؟ مسك عبد الفتاح السيسي ورحنا ادينا له صوتنا، ونزلنا له في مليونية ونزلنا له في مليونيتين وأيدناه. وفجأة بدأت الإخوان المسلمين تهدد مصر. رحت عامل الفيديو الشهير بتاعي وقعدت أشتم فيهم وأشتم فيهم أشتم فيهم أشتم فيهم، وبقول له ما أنت معاك تفويض، ما عملتش حاجة ليه؟ ما تتصرف، ما تحمي الشعب. الحكاية الرواية، ودن من طين ودن إيه؟ من عجين. طب وبعدين؟ ماشي يا عم مالناش دعوة بالسياسة، خليني أنا راجل مخرج، خليني أنا في الإخراج بتاعي. كلكم عارفين بقى، خبطت بقى على بيت السبكي، خبطت على بيت اسعاد يونس، خبطت على بيت محمد حسن رمزي الله يرحمه، خبطت على بيت الانتاج الاعلامي، خبطت على بيت الـ 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 المدينه كاستوديوهات وكقنوات جوه المدينه، يعني قنوات اللي شغاله في الميديا او في الاعلام جوه مدينه الانتاج الاعلامي. خبطت على باب وقعدت مع رؤساء قنوات، وبعدين محدش عايز يفتح لي، محدش عايز يديني فرصه. دي بقى مشكلة الشباب المصري، انه كله قاعد مستني الفرصة، فلو محدش عطاله فرصة قالك لا ده انا سافر بره، بره هيدوني الفرصة. مين قالك ان بره هيدوك فرصة؟ سكتش مش عارف تلاقي فرصة في بيتك، انت مش محترم في بيتك اصلا، هتبقى محترم بره. انت مهان في بيتك، مالكش كرامة في بيتك، هتبقى ليك كرامة بره؟ واحد ما عندوش كرامة في بيته هيطلع بره في الشارع هيحترموه بمناسبة ايه؟ اذا كان هو متهان في بيتهم والناس كلها عارفة، الناس كلها عارفة. الدول اللي انت عايز تروحها دي، سواء امريكا ولا استراليا ولا كندا ولا ايطاليا ولا فرنسا ولا ولا ولا، الناس دي كلها عارفه ان انت مهان في بيتك، هيحترمك هو ليه؟ هيحترمك هو ليه؟ حلو الكلام. فما فيش حد هيديك فرصه، من الاخر لازم تخلق فرصتك بايدك. رحت قاعد مفكر كده، بالصدفه جه اللحن بتاع سيب ايدي ده، اسمه جاكني جي، هو هندي. فقلت الاغنيه دي اتعملت في تونس، اتعملت في الجزائر، اتعملت في المغرب، واتعملت في كذا حته، مكسره الدنيا حتى في بلدها، محدش عملها في مصر. وقمت ماسك اللحن وعملت الكلام، كتبته بنفسي وبتاع. وفي الاول كانت يعني ايه، يعني مش عارف ازاي اقلب الكلام الهندي عربي، عايزه يبقى شبه الهندي قوي في مخارج الحروف عشان تمشي نفس
عفوا في القافية في آخر الكلمة علشان تمشي مع الهندي. فرحت عامل الأغنية وجبت مطربة اسمها منة أمل وسجلناها وعرضت على منة سيناريو تصوير، وسيناريو على فكرة التصوير بتاع منة ما كانش سيناريو سلمى الفولي، لا ده كان سيناريو يناسب منة، منة ملهاش علاقة خالص بالسيناريو بتاع، ما كنتش مطلوب من منة أمل إنها تعمل السيناريو بتاع سلمى الفولي. المهم عملت الأغنية وعملت اعلان موجود على صفحتي على الفيسبوك لغايه دلوقتي ان انا عايز موديل تغني تطلب. الاول قلت عايز واحده تغني معايا فجات لي منة فسجلنا الاغنيه سوا، بعد كده جت قلت عايز موديل تغني بعد ما استاذنت منة قلت لها معلش طالما انت مش موافقه انا هصور بحد تاني يحرك شفايفه بس على الاغنيه. وفعلا صورنا الاغنيه وجات لي سلمى الفولي وصورنا الاغنيه وحصل الانفجار الرهيب بتاع سيب ايدي في 2015. حلو الكلام؟ طيب حلو قوي. فجأة بصيت لقيت الناس كلها هايجة عليا وانا ساكت. المهم ان الفيلم بتاع سيب ايدي ده انا اللي عامله، انا اللي خليت سلمى الفولي تكتب انها مراتي على الفيسبوك وانا اصلا كنت اول مره اشوفها اساسا. نفس الكلام عملت انا الحكايه على الفيسبوك. انت دلوقتي بتعمل لعبه بتخدع بيها الوسط الفني كله، انت دلوقتي عايز تطلع بمعنى تطلع، خلاص قررت انت هتطلع يعني هتطلع تمام. ما رضيتش اعرضها في مصر لان عارف ان هي غير من يعني ليس من اللائق انها تتعرض في مصر، فعرضتها على اليوتيوب فما روحتش. يعني مثلا ايه برديس وشاكيرا اتحبسوا لان هم في النيابه قالوا ايوه احنا دفعنا القناه الشعبيات علشان خاطر ايه نطلع وعلشان فيديوهاتنا تتعرض. فانا فيديو بتاع سيب ايدي ده انا ما عرضتوش في قنوات. هتقول لي القنوات كلها عرضته، ده بدون علمي، ده يعني انا المفروض انا هنا مجني عليا مش جاني. المهم فعرضته على اليوتيوب فقط وانتشر بقى والملايين والمشاهدات والكلام ده كله والشهره والدنيا دي كلها. حلو الكلام. انا قعدت بقى ساكت في اللحظه دي، كنت في تونس انا بصور مع فنان تونسي اسمه اكرم ماج اغنيه اسمها معايا ربي واتصورت وموجوده، ادخل شوف اكتب اكرم ماج معايا ربي وشوف اسمي في التتر انا اللي مصور له الاغنيه. وقعد عند اكرم في البيت وبتفرج على التلفزيون المصري، ما كلهم ما فيش حد ما هاجمنيش وقطع في لحمي كلهم. حلو اهو كل ده ايه شهره، سيبهم تحويل على النائب العام، سيبهم محاكمة عاجلة، سيبهم الدنيا ولعت قوي بقت اوفر قوي زيادة عن اللزوم. رحت طالع قلت له انا عملت كده عشان الفت نظر العالم كله ليا، انا راجل متعلم مش راجل اهبل، ولو انا اصلا عايز ابدأ بوساخة كنت من الاول بدأت بوساخة، لكنت عملت افلام لمصر في 2012 و2013 واديتها هدية للتلفزيون المصري عن السياحة بثلاث لغات عربي وانجليزي وفرنساوي وبرضه موجودة على النت. ولا كنت عملت اغنية لقناة السويس وحطيتك يا ريس في البداية لان هو قرار رجولي، ما كنتش عارف ان هو اصلا علشان خاطر رفع الروح المعنوية، بتاخد من الشعب المصري 60 مليار عشان ترفع روح معنوية، ده انت فشختهم. المهم يا ريس الحكاية ان اللي ماسك السينما ما بيفهمش فيها، مجرد موظف عند واحد تاجر سلاح قاعد في لندن هو مالك كل دور العرض، هو اللي مالك كل دور الكاسيت، هو اللي ماسك كل دور النشر الادبي، حتى يعني واحد واخد ثقافة مصر كلها واشتراها وهو اصلا كاره مصر وهو اصلا كاره الافلام العربي وكاره، وخد الثقافة بتاعتنا كلها، خد الافلام المحترمة والمسرحيات والادب اللي احنا عملناه حتى الاغاني حتى كل حاجه، خد كل ده شاله عنده وحط لك مدير اسمه محمد السبكي قال له عك عشان يبقى هو ده منظر مصر، وهو ده اللي حصل بالظبط. فازاي بقى واحد يطلع يقول على الناس دي الكلام ده؟ ازاي بقى واحد يطلع يقول على الناس دي الكلام ده؟ الناس كلها فاكراني ان انا لما كنت بقول يا ريس خد السينمات من صحابها كنت بكلم مع محمد السبكي. محمد السبكي مفيش بيني وبينه اي عداوه، محمد السبكي موظف عند علاء الخواجه، علاء الخواجه ده كان جزء سعد يونس وشريهان وهو اللي مالك كل الكلام ده كله، الراجل ده مستر اكس لا بيتصور ولا تقدر تشوفه ولا تقدر توصل له. حلو الكلام. حاطط مدير لان بكل بساطه ازاي نصحى الصبح نلاقي سعد يونس اللي ما كانتش تسوى ثلاثه تعريفه؟ انت تعرف حاجه لسعد يونس؟ انت عمرك شفت حاجه؟ يعني قلت لك الفنانه سعد يونس دلوقتي قول لي عمل من اعمال، هتقول لي اه بكيزه وزغلول. بكيزه وزغلول نجح كمسلسل لسببين، لان هي سعاد اللي كاتبه المسلسل، والسبب الثاني ان اللي قدامها كان سهير البابلي. لما تيجي اقول لك بقى تعالى افتكر لي شغل لسهير البابلي او ايه هقول لك لا
ده انا اقول لك واقول لك واقول لك واقول لك، فانت كان عندك ممثل كويس، سهير البابلي من ايام ريا وسكينه قدام شاديه العظيمه، شاديه لغايه العلمه باشا، وبعد ما اعتزلت هي سهير البابلي قامه وحش تمثيل. عشان كده طبعا، ولعلمك يعني لو شفت حتى اسعاد يونس في الـ في الـ في الـ في بكيزه وزغلول، ده لولا وجود بكيزه هانم قدامها ما كانش بان ضاله زغلول او اسعاد يونس. المهم انا بكلمك دلوقتي كمخرج، اوكي، كمواطن بقى انا افتكر ايه لسعاد يونس؟ بكيزه وزغلول اشتغلت مع عادل امام واشتغل مش عارف ايه، بس عم خد بطوله تفتكر لها دور؟ لا. ازاي دي نصحى الصبح نلاقيها فجاه صاحبه كل سينمات مصر؟ من اين لك هذا؟ انت من اين لك هذا؟ الشركه العربيه دي جت منين؟ دي فلوس جوزي. حلو، وجوزك ده بتاع ايه؟ محدش عارف يشتغل ايه، اهو رجل اعماله وخلاص، اللي كان في يوم من الايام قاعد في مصر مش لاقي ياكل وخرج بره مصر سنتين، رجع فجاه ملياردير، اشترى كل سينمات مصر وكل دور النشر وكل دور العرض وكل دور النشر الادبي كتب وكل شركات الكاسيت. ايه ده؟ فبقى الواجهه السيده اسعاد يونس، محدش قالها من اين لك هذا، ولا انت جبتي الكلام ده منين، ولا بطيخ. سعد يونس في الاول قعدت عملت لها كام فيلم انتاج، وبعد كده ايه ريحت، قالت لك لا 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 انا هشتغل في التوزيع بس، يجي لي الفيلم جاهز وانا احطه في سينماتي. بعد شويه ريحت اكتر، ممسكها محمد السكي هو السينمات كلها، وهي بقى ايه راحت عملت برنامج في التلفزيون وتستضيف ناس يتكلموا عن التاريخ وعن حياتهم السينمائيه والكلام الفارغ ده، وبقت هي قاعده تقبض وخلاص. حلو الكلام. فلما انت تجيب جزار يمسك سينمات اسعاد يونس، كان قصاده في محمد حسن رمزي، في ناس كتير قوي في الوسط الفني زي عادل امام، احمد السقا، الناس دي ما اشتغلتش محمد السكي ابدا، ولو على رقبتهم يموتوا من الجوع ولا يشتغلوا محمد السكي، لانهم عارفين ان محمد السكي ملوش في السينما، احمد السكي ليه في السينما، احمد السكي سينمائي، محمد السكي لا. حتى هم نفسهم لما كانوا شركه واحده احمد ومحمد، وبعد كده اختلفوا، لان فجاه احمد السكي اكتشف ان محمد السكي هيخرب بيته، هيضيع تاريخه السينمائي اللي من زمان من ايام السكي فيديو فيلم، بعد افلام جمال التبعي اللي كانت بتجيب لنا افلام الهندي واحنا صغيرين في محلات الفيديو، اصبح السكي فيديو فيلم احمد السكي. وبعد كده لما محمد السكي دخل في اللعبه وبقوا ينتجوا سينما وكملوا مع بعض، فجاه الشركتين دول انفصلوا، بقى احمد السكي شركه ملهوش اي علاقه بمحمد السكي، لانه احمد السكي اتخانق مع محمد السكي قال له انت هتخرب بيتي السينمائي، انت بتعك، اخوه نفسه قال له انت بتعك ورحل، قال له لا يا عم انت ليك شركتك وانا ليا شركتي. وبعد ما كانوا شركه واحده بقوا النهارده اصبحوا منافسين، احمد السكي يمضي مع محمد سعد، يروح محمد السكي يمضي مع تامر حسني، هي الدنيا ماشيه كده. احمد السكي محمد السكي يلاقي هيفا وهبي يمضي مع هيفا وهبي، يلاقي دينا وسعد صغير يمضي معاه، والمهم ان هو يطلع افلام وخلاص ملهاش اي معنى ولا تمت للصله بسينما، بس السينما بصله. حلو الكلام. انما احمد السكي تعالى اتفرج على فيلم الفرح مثلا، لا احمد السكي بيعمل سينمات، بيعمل سينما، بيعمل فيلم، بيعمل دراما، بيعمل مليو دراما، بيعمل حاله بيخليك تقعد تنسى حياتك وبتاع وتعيش في الحاله دي، واخد لي بالك ازاي؟ وهي دي السينما، انك اخدك انسيك كل الدنيا. قول لي واحد اتفرج على سي بي اي دي كان بيفكر في مشكله سد النهضه، انا خدتك من الدنيا اللي انت فيها، انا حطيت عينيك عندي لمده دقيقتين ما خليتكش تفكر في حاجه، وهو ده شغلي كمخرج، انا بتاع راجل بتاع انترتينمنت، راجل بتاع ترفيه، ان انت عايش في اكتئاب وعندك مشاكل في المواصلات وعندك مشاكل في الاكل وعندك مشاكل وعندك 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 وعندك، اخدك انا من كل ده دقيقتين انسيك، اخدك كل ده ساعه في السينما انسيك ليه؟ ترفيه، زي ما تخش السيرك، انت بتخش عشان تتفرج على السيرك، تتفرج على السينما، تتفرج، مش شغلة السينما ان انا الخرا اللي انا عايش فيه بره، والبلطجه والوساخه والتحرش الجنسي والمخدرات وزنا المحارم والقرف ده، اخش جوه الاقيه في السينما ادفع 50 جنيه تذكره عشان اخش الاقي الخرا ده في السينما. واصلا انا بشتغل مدرسه واقعيه، واقعيه ايه؟ واقعيه ايه؟ تفقه انت ايه في السينما؟ المهم عك 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 لغايه لما جابوا ايه؟ دغها. يا ريس الحكايه ان الناس دي ما بتفهمش في السينما، فطلع محمد شردي يقول لك ايه؟ الوائل الصديقي عايز امثاله يمسكوا السينما. اهو. خارج يطلب تأميم السينمات وشركات السينما وان الحكومه تجيب امثاله، هم امثاله ده هم اللي يمسكوا هذا القطاع علشان يرتقوا بيه
ويحولوا مصر الى مهرجان سينمائي بعد 6 اشهر، وان احنا بعد 6 شهور يا ريس هنوصلك لمرتبة مش عارف ايه، وتعود لمصر كذا وتعود لمصر كذا، واللي واللي واللي. طبعا عايز امثالي يمسكوا السينما، لان انا راجل خريج سينما، هو راجل جزار. تخيل لو انا اشتغلت في الجزارة، جبت مثلا عجل واخد لي بالك يا شردي، واخد لي بالك، ورحت ماسكه من قفاه وقاطع رقبته واخد... لا انا بفهم في الجزارة، هبهدل العجل وحموته وبطريقة غلط، ومش هعرف اذبح ومش هعرف اشفي ومش هعرف اقطعه ومش هعرف الحتة دي ايه والحتة دي ايه، لاني انسان جاهل بالجزارة. مش معنى ان الجزارين دول حاجة وحشة، ده احنا من غيرهم ما ناكلش طعم اللحمة. مين فينا يعرف يذبح ويسلخ ويعمل الكلام المهم اللي هما بيعملوه ده بس لما يفضلوا في مهنتهم؟ فلما الجزار يبقى جزار شاطر ويطلع بضاعة كويسة الناس كلها تحبه وتشتري منه ونجري كلنا وراه، حد ناجح في مهنته، واخد لي بالك ازاي؟ لو جبت مخرج وقف مكانه هيبهدل الحيوان وهيبهدل الزبون وهيبهدل اللحمه وهيبقى عك. في مخرج يقف ما تعرفش، ما تعلمش مهنتك، مش صنعتك، ما تعرفهاش. نفس الكلام حصل في السينما لما جه جزار مسك السينما. النهارده السينما زي ما احنا شايفين انتشار بلطجه وزنا محارم وتطرف ووساخه ونتانه وقرف وزباله وعبد موتة وصفيناز، وبقت ثقافه شباب يا اجيال كامله ضاعت راحت في 60 داهية بسبب القرف اللي طالع. لانه قرف. انتوا ليه مش فاهمين ان السينما هي وجهة بلد؟ شوف امريكا بتصدر ايه، شوف سينما بتاعت امريكا ازاي غزت العالم كله وخلت عند كل واحد الحلم الامريكي. كل الناس نفسها تروح بلد سوبرمان وباتمان وتتفرج وتروح هوليود والفلوس والمغامرات وفاستن فيريس ومش عارف وفان ديزل والديناصورات وافاتار وتايتانيك. امريكا لعبت في دماغ الناس. بصوا امريكا بتصدر ايه، لما تيجي امريكا هتلاقي كلها شوارع وزرع، يا اما شوارع وصحراء ومحلات في كل حته، تلاقي شغل بسيط وتخش في شركه تشتغل ولما دفعتش الضرايب. الحياه في امريكا غير اللي انت بتشوفه في التلفزيون خالص. فبتيجي هنا بتاخد حاجه اسمها كالتشر شوك، الصدمه الثقافيه. الصدمه الثقافيه دي مش هي امريكا دي اللي انا الله، هي دي امريكا اللي كنا بنشوفها في التلفزيون، ده حاجه غير اللي مش ده اللي وعدونا بيه. السينما بتاعت امريكا صدرت حلم امريكي وهمي للعالم كله ونسيتك حقيقه امريكا. انت بقى عندك بلد جميل، بلد سياحي من الدرجه الاولى، عندك شرم الشيخ، عندك اهرامات، عندك 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 عندك. صدرت ايه للعالم؟ عبده موته وصفيناز وهيفا وهبي وحبيشه ويلا يا ترما واللي مش عارف ايه والمهرجانات والسلاح طب انا واحد عايز يشتغل يطلع ازاي في وسط الهلومة دي؟ يلا سيب ايدي اما نجرب كده حظنا، بس علشان انا راجل دارس قانون ميديا بلاش اعرضها في تلفزيونات، انا هعرضها من امريكا. ولو الحكومة المصرية عندها مشكلة مع محتوى او مع فيديو على يوتيوب يروحوا يقضوا جوجل ما يقضونيش انا. ليه؟ لان انا عرضت من خلال جوجل، من خلال اليوتيوب. فجأة بص الاقي حكم ضدي انا بأمارة ايه؟ يعني انت بتحكم عليا؟ ما حكمتش ليه على مايكل جاكسون لما جاب مع واحده عريانه في الكليب؟ انا ما جبتش مع واحده عريانه، ده فيديو سيب ايدي ما فيهوش بوسه. جاي النهارده تقول لي تحريض على فسق وفجور، فين في الفيديو التحريض على الفسق والفجور؟ فعرفت ان انا متوصي عليا من فوق من الناس اللي انا لسه ذاكر اساميها دي كلها، علشان انا سيحت لهم ان هم حبه حراميه وعصابه. تيجي تقول لي ان انت بتحرض على الفسق والفجور، فين الفسق والفجور؟ اول ما حصلت مشكله سيب ايدي، لا 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 تعالى، فين المصنفات؟ مصنفات طلعت انا ماليش حكم على اليوتيوب. هو عرض في مصر ما عرضش في مصر، خلاص ما نعمل له ايه؟ مصنفات. طب الرقابه؟ ما نفس الكلام. هل الراجل عرض في تلفزيونات نحاكمه؟ ما عرض في سينمات؟ لا. طب نعمل له ايه؟ طب وبعدين؟ احنا مامورين ان احنا نلفق له تهم عشان ندخله السجن. خلاص تعالى نلبسه اي حاجه، اي تهمه من الهوا، خلاص تحريض على فسق وفجور. الاغنيه بتقول سيب ايدي انا جيت جنبك، سيب ايدي انا مش طايقك، الواد ده واقف على الباب فاكر نفسه عمرو دياب، هو انت فاكرنا اصحاب؟ ده انت اخرك بواب، اتمنى اشوفه كل يوم نتكلم حتى ثانيه، من محطه للتانيه نتكلم حتى ثانيه. مين ده؟ اسألي عليا اوكا وورتيجا، معروف اكتر من ميلادن في امريكا، انا اللي علمت الكورة لابو تريكا. كلام فارغ، ده مونولوج.
فين التحريض على الفسق والفجور في الكلام ده؟ لا 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 لا، ده مش الكلام، ده الايحاءات اللي كانت في الايحاءات اللي كانت في التصوير. طب انا بكل بساطه القانون المصري يطلب مني والدولي واليوتيوب ان انا احط حاجه على المحتوى ده للكبار فقط، لانه في رقص وانا عملت كده من اول يوم وحطيت للكبار فقط، فانا عملت القانون تحريض على الفسق. انا ضربتك على ايدك عشان تشوفه؟ انا جيت كنت انت قاعد في امان الله انت واسرتك وبتاع ومش عارف ايه في التلفزيون، وجيت علشان خاطر تتفرج على التلفزيون، لقيتني طلعت لك في التلفزيون بسيب ايدي؟ ما حصلش. لو حد عرضه في التلفزيون ده بدون اذني، انا راجل عرضت عندي عليه، وانا راجل مش مشهور، بس ده الحاجه. واحد مش مشهور وعمل اغنيه عنده على الفيسبوك ومصورها في البيت ب$50، حق الاغنيه وحق المكياج والكلام الفارغ اللي احنا عملناه، مصورها في الصاله عشان تحولها لقضيه راي عام وتخلي كلاب الاعلام ينهشوا في لحمي وفي شرفي وفي عرضي، رغم اني مواطن شريف، الحكومه المصريه ما تعرفش عني اي حاجه خالص، لما فتحوا السجلات ما لقوش حتى اللي عنواني القديم، فاهم ازاي؟ يقضوني عليه اللي هو اصلا احنا عزلنا منه انا واهلي من زمان واحنا عيال، الناس ما تعرفش عني حاجه خالص. انت كحكومه ماليش عندك ملف، تقوم حاطط لي ملف في الدعاره ليه؟ لان انت مامور ان انت تلبسني تهمه، وانا اصلا ما عنديش تهمه، التهمه باطله اصلا لان انا ما عرضتش عندك، ولا انت بتقضيني اصلا عشان مصري؟ بقت الجنسيه المصريه النهارده تهمه؟ البس حكم غيابي باللي وشه بميته، دي نمره واحد. ما هو عافيه بعافيه بقى، وحرب بحرب بقى، باللي وشه بميته وشو على الريق كده انت واللي موصيك تحطه. حلو ماشي، الحق يا ريس اللي انا انتخبته، الموضوع كذا 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 كذا، وانا دلوقتي بفضح لك الناس دي لان انت في الاول قلت ان انت مش عايز تشتغل غير بالشباب، وان من غير الشعب المصري ما يقف جنبك مش هنقدر نعمل حاجه، فانا شربت البقين دول يا سيسي، انا والشعب كله شربنا البقين دول يا سيسي، وبلعنا عشت الايادي وتسلم الايادي، وعملت لك انا نفسي اغنيه قلت لك بحبك يا بلادي، ووقفت لك في مشروع قناه السويس الوحيد اللي واقف جنبك من فنانين مصر كلهم الصديقي. حلو الكلام؟ العالم كله سمع الرساله، لا ما ممكن الرئيس ما يكونش سمعها. عذر اقبح من ذنب ان حد يوصل رساله لرئيس الجمهوريه اتعمل لها اكتر من 1,000,000 مشاهده، واتعمل لها اكتر من 25,000 شير، ومحدش حس بيها، يبقى انت الرئيس نايم على ودانك. يعني عذر اقبح من ذنب. انما هو سمعها، انت سمعتها، وانا عارف انك بتسمعني، وعارف ان المخابرات عندي على الصفحه، وجاي لي تهديدات منكم كل يوم. حلو الكلام؟ الريس اللي انا انتخبته سابنا اتظلم، ماشي يا عم. لفقتوا لي تهمه، ماشي يا عم. تهمه باطله، وقف قدامي، وقف، ده انا صحفت العالم كله كلها حطوا عندي على الصفحه بتاعتي على فيسبوك، اقسم بالله العلي العظيم. المكسيك، مش هقول لك امريكا واليابان وفرنسا، اكتر بلدين وقفوا معايا ايطاليا وفرنسا، كميه جرايد من اول الليموند والاندبندنت في اليوكي، الدنيا كلها اتقلبت. ازاي ده يتسجن؟ ازاي دي تتسجن؟ دول ما عملوش حاجه، مصر في منتهى الدكتاتوريه، وانا ساكت ساكت وعمال اكتب لك على الصفحه، شايف الناس عامله ايه؟ شايف؟ اطلع اتحرك، اطلع اعمل حاجه، ودنا من طين ودنا من عجين. كل ده لصالح مين؟ لصالح محمد السكي واسعاد يونس؟ ماشي يا عم، ماشي يا ريس. انا بقى هسيب لك البلد مخدره وهطلع انا ارجع امريكا اعيش فيها، انا اصلا غلطان اني جيت. حلو الكلام؟ بس، والحكم ده باللي وشه بميته لاني مش هنفذه. المهم سبت له البلد وطلعته وبتاع ومش عارف ايه، وبدات اتابع بلدي كمواطن مصري. بصيت لقيت تيران وصنافير بتروح، حدودنا مع قبرص وحقول الغاز بتروح، الاسعار في الدمار. الله، ده الموضوع ما بقاش سينما فاسده بقى، الله، ده المنظومه كلها فاسده. يعني انا نفسي لقيت قضاء فاسد بيلفق، اسرع محاكمه في تاريخ البشريه محاكمه سي بي ايدي، اسرع محاكمه، النائب العام اللي هو الله رحمه الله عليه اللي هو اتقتل ده،
يحولني لمحاكمة عادلة ويحطني على قوائم الترقب والوصول. الله، يعني انت عندك فساد في النيابة وعندك فساد في القضاء؟ ده هم دول رجال القانون. لما حاجة زي كده تجيله يقول له عامل له ايه؟ الراجل عارض في امريكا، الراجل عارض في امريكا، حاسبه بمناسبة ايه؟ لا، يقوم محولني بالغصب. هو دلوقتي بين ايدين ربنا يتحاسب بمعرفته، ويحولني محاكمة عاجلة، ويحكم عليا بسنتين، سنة سجن وسنة مراقبة، يعني سنتين سجن، والقاضي ينفذ وإدارة السجون تنفذ، ويقبضوا على البت ويحبسوها، وي 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 وي. واحنا اصلا ما كسرناش ولا حتى اشاره مرور، مش هقول لك ما كسرناش قانون، ما كسرناش ولا حتى اي حاجه. حتى طلعوا كل الاعلاميين اللي هاجموني بعد كده، قال لك ايه ده، هو القانون بيتطبق على الغلابه بس؟ ما انت عندك هيفا ابي عماله تتعرى من 92 ما حدش كلمها، ما انت عندك مروي، ما انت عندك صفيناز، ما انت عندك ده صفيناز اتحزمت بالمصري وطلعت براءه يا معلم، وشغال لغايه النهارده في مصر بدون ورق، ومحدش يفتح فيها بقه يا معلم عشان ليها ظهر. حرام على اولاد البلد، حلال للاجانب يجوا يركبونا ويبقوا نجوم علينا. ماشي يا عم، مش فارقه معايا، انا ما على رسول الا البلاغ. انا وصلت لك رساله ان انت لو راجل جاي تصلح، انا بقول لك عندك عيب انا اقدر اصلحه لك. ده انا حطيت رقبتي على الخط وارجع للفيديو. ده انا قلت لك لو ما خلال 6 شهور ما رجعتلكش السينما المصريه دي حاجه تفتخر بيها قدام العالم ودخلك منها دخل كبير، حاكمني قدام العالم وقدام الجرايد وقدام الانباء وقدام الدنيا كلها وقدام ده. انا حطيت رقبتي على الخط يا جدع، قلت لك حاكمني يا جدع. يبقى انت بقى مش جاي تصلح. لو انت قلت لي بقى البق الاولاني بتاع المصريين وبتاع مش عارف ايه، وانا من غيركم مش هعرف، وانا زي اللهبه اللي شربت وسخنت معاك وقلت لك انا اقدر اصلح دي يا ريس عشان دي شغلتي، لو كنت اديتني فرصه وحاطط لي خوابير من تحت لتحت عشان افشل وتقول اهو اخد فرصته وفاشل فشل، انما لا، اقطع رجله من الاول، ده جاي يصلح. ده انت لو كنت اديتني فرصه ان انا اصلح ده، كان زمان كل اللي فاهم في الكيمياء بره رجع لي، كل اللي فاهم في الهندسه بره رجع لي، كل اللي فاهم في الزراعه بره، العباقره بتوع مصر اللي قاعدين يخدموا في دول تانية كلهم كانوا رجعوا لك، لانك بتدي فرص عايز تصلح الدوله فعلا. انما بصينا لقينا كل الكلام كلام فارغ، وفي الاخر سياسه تانية بتطبق، مش سياسة الإخوان، أوسخ. الأراضي بتروح والعرض بيروح والشرف بيروح، واللي يفتح بقه بيروح، واللي يتسجن بيروح، واللي يتنيل بيروح، وتهديدات تهديدات تهديدات، وقمع قمع قمع، وابني في سجون سجون سجون. إيه يا عم إيه؟ إحنا اللي جايبينك، إحنا اللي جايبينك، أنت في إيه؟ لما تضحك عليا الضحكة دي أنا والشعب كله، حتى الكهرباء والغاز والدعم والعيش والسجاير، الدخان يا جدع، سيجارة السيجارة، الحشيش بقى ارخص من السجاير في مصر. بس معانا المخدرات بقت منتشره اكتر من السجاير، لان السجاير صعبه، ما عادش فيه مارلبورو في البلد، وما عادش فيه مش عارف ايه وبتاع. معقوله من امتى بلدنا مستنيه اللقمه؟ ده احنا لو في حاله حرب مش هنبقى كده، ده غزه عايشه مش عايشه كده. امبارح كنت بتفرج على الحفله بتاعت صابر الرباعي في فلسطين، الناس رايقه وتليفونات وايفونات ومش عارف ايه وبتاع، ربنا يزيدهم مش بحسدهم، انما دي ناس تحت حرب، احنا مش تحت حرب. لما احنا في دوله مستقره والاوضاع والاسعار بالمنظر ده، اما لو احنا في حرب هنعمل ايه؟ هناكل بعض؟ هناكل بعض في الشوارع؟ ايه ده؟ ازاي تعمل كل ده في سنتين؟ ده انت لازم تكون جبروت مش طبيعي عشان خاطر ترقع البلد الرقعه دي في سنتين. دي مصر يا جدع. ماشي، انا بقى هترشح للرئاسه في 2018 قدامك وقدام التخين، والبرنامج بتاعي اهو، انا عندي سياستين هطبقهم يا شعب يا مصري. اللي يجي يقول لك اتفرج عليا خلال سنتين مصر هتبقى عامله ازاي وخطه ال 100 يوم اعرف انه بيضحك عليك. اللي يقول لك انا هصلح لك الاقتصاد والدولار والسياحه اعرف انه بيضحك عليك. انا بقى كرئيس مصري هعمل حاجه واحده بس في اول 4 سنين، هي حاجه واحده بس لو قدرت اعملها، انا فعلا اسمي هيتكتب في التاريخ بالذهب كرئيس مصري. التجربة اللي عملها الشيخ زايد في الإمارات، والتجربة اللي اتعملت في ماليزيا من 25 سنة، الدول دي ما كانتش حاجة خالص. الإمارات دي كانت صحراء، أنا عشت فيها من 25 سنة، كانت صحراء، فاش حاجة. عمل إيه مولانا الشيخ زايد رحمة الله عليه؟ علم الشعب. هل الشيخ زايد حضر برج خليفة وحضر الافتتاحات وحضر الدنيا اللي وصلت لها دبي؟ ده النهارده الامريكان بيسمعوا كلمة دبي رقهم بيجري، بيقول لك ده انا نفسي في عقد في دبي دي.
ايه اللي وصل البلد دي في 20 سنة للمنظر ده؟ حاجة واحدة بس، الناس دي ما كانت يعني لا تقرأ ولا تكتب. فالشيخ زايد قال لك انا هعلم ولادي بس، هجيب لهم منظومة تعليم وهم صغيرين في الابتدائي والاعدادي وبتاع، هجيب لهم المصريين لانه المصريين اذكياء، وفي نفس الوقت هو بيحب مصر، وفي نفس الوقت مش عايز الاجانب يدرسوا للعيال الصغيرة في ابتدائي لسبب بسيط، عايزهم يطلعوا مسلمين، مش عايز الثقافة الاجنبي تخش في دماغ العيال وهم صغيرة. فتلاقي الاماراتيين كلهم وهم صغيرين دايما يفتكر المدرس المصري بتاعه اللي بيحبه اللي علمه وبتاع مش عارف ايه. لما وصل الجامعه ما عادش ينفع المصريين، هات له الفرنساوي وهات له الانجليزي وهات له الايطالي وهات له الالماني وهات له الامريكاني يعلموه في بلده. فاصبحت الامارات الامارات، وبعد ما كفى الراجل بلده بدا خيره يعم على البلاد اللي جنبه، بدا يبقى عنده الشيخ زايد، مدينه الشيخ زايد في مصر، بدا يبقى عنده مش عارف ايه مسجد الشيخ زايد في امريكا، بدا بقى ايه فاهم. انا راجل كفيت نفسي، كفيت اهل بلدي، قدروا يقفوا على رجلهم، عمل لهم ايه؟ عمل لهم تعليم. لازم نعرف ان الحل الوحيد اللي احنا هنطلع منه من المصايب اللي احنا فيها دي كلها التعليم، ولازم نفهم ان التعليم هو السبب في القرف اللي احنا فيه ده كله، لانك عندك شعب جاهل. ايوه احنا شعب جاهل لان احنا ما بنتعلمش. عايز تعرف التعليم اطلع كندا، واللي عايشين في كندا واللي اتعلموا في كندا اطلع امريكا، واللي اطلع حتى روسيا وشوف التعليم هناك عامل ازاي. تحب تشوف التعليم عندنا عامل ازاي كحصه؟ يعني ايه حصه كيمياء؟ حصه كيمياء او درس كيمياء يعني انا واقف في معمل بعمل معادلات كيمياء، ده الكيمياء في بلدك. حلو الكلام؟ فرح شعبي ده مش تعليم، ده الراجل عمل لهم الدرس على أغنية عشان يحفظوها، لأن مفيش واحدة قاعدة فاهمة حافظة وخلاص عشان تخش تقول الواحد اتنين تلاتة أربعة التفاعلات ايه وكان الله بالسر عليه. هل هي شافت التفاعلات دي بعينيها؟ هل هي عملت التفاعل ده؟ هل حد عمل التجربة دي قدامها وشافته بيتطبق؟ انت حافظ مش فاهم حاجة خالص. طول ما انت حافظ مش فاهم حاجة خالص ده مش تعليم. اذا كنتش تشتغل بايدك hands on training، انك تتدرب بانك تتعامل مع الحاجة، انسى انك تتعلم حاجة. لو قعدت من هنا للسنة الجاية اشرح لك السواقة ازاي من غير ما تقعد ورا الدركسيون وتسوق، انسى انك تسوق عربية. حتى لو عرفتك العربية بتصلح ازاي نظري، ما انت حافظ، ما انت مش فاهم حاجة. تيجي تسوق اول واحد يخبط عليك لبست فيه، انت خلاص ارتبكت. مفيش نظري، مفيش قصدي علمي يعني عملي، مفيش ناس بتشتغل بايديها. منظومة التعليم دي انا مش ناوي اخترعها، منظومة التعليم دي اتخذت كده من بره، اتحطت في الامارات بقت الامارات، اتحطت في ماليزيا بقت الماليزيا. ليه؟ من 70 سنة اليابان كانت اتمسحت من على وش الدنيا، امريكا ضربت اليابان بالقنبله الذريه ومسحتها من على وش الدنيا من 70 سنة. بص اليابان النهارده،
ليه؟ سحر؟ دي ما عندهمش ربع الموارد اللي في مصر، لا عندهم نيل ولا عندهم صحارى ولا عندهم ولا عندهم، ده حبه جزر مسحت لهم جزيرتين منهم من على وش الخريطه. هيروشيما وناجازاكي. اتكلم في ايه؟ شوف اليابان النهارده عامله، شوف هيروشيما اللي ضربت بالقنبله الذريه دي بقى شكلها عامل ايه بعد 70 سنه، شوف احنا كنا ازاي من 70 سنه وبقينا ازاي النهارده. حاجه تحزن ولا مش تحزن؟ البرنامج الانتخابي بتاعي ينقسم الى شقين، سياسه خارجيه وسياسه داخليه. السياسه الخارجيه يعني تعامل رئيس الجمهوريه مع الدول اللي حواليه. عندنا مشاكل مع السعوديه، عندنا مشاكل مع السودان، عندنا مشاكل مع ليبيا، وعندنا مشاكل في البحر المتوسط، وعندنا مشاكل مع اسرائيل، وعندنا مشاكل في كل حدودنا. انا مش ناوي اجر البلد لحرب، لان لازم تقتنع انت كمواطن ان الحرب عمرها ما حلت قضيه. التفاوض هو اللي بيحل القضيه. والله غلبنا في التفاوض والناس مش عايزين يقعدوا، ما فيش احترام على المحكمه الدوليه على طول، على محكمه العدل الدوليه على طول. انا ليا حق مع السعوديه عايز اخده، والسعوديه تقدم براهينها على تيران وصنافير، وانا اقدم براهيني على تيران وصنافير واللي تحكم بيه. والله لو المحكمه حكمت للسعوديه بتيران وصنافير والله خلاص ده حكم دولي وماليش حاجه اخده. مش حسني عم مش حسني مبارك عمل كده في الـ في الـ في الموضوع بتاع طابا؟ قدرت اسرائيل تضرب بنبله حتى؟ ما يدروش ليه؟ حكم محكمه دوليه انسى خلاص. انما انا مش هجر البلد لحرب، وانا عندي في مصر شباب نوابغ بتوع قانون دولي يجيبوا لي حق بلدي وانا قاعد حاطط رجل على رجل من غير رصاصه. يروحوا ينزلوا المحكمه يجيبوا لي حق بلدي وانا حاطط رجل على رجل. نفس الكلام في اثيوبيا. انا غير معترف بكل الاتفاقيات اللي عملها عبد الفتاح السيسي، وانا عايز اتفاوض على هذه الاتفاقيات اللي تمت باسم مصر، وانا مواطن مصري عايز ابقى رئيس جمهوريه عشان ده. حلو ماشي، ادي الثقافه او السياسه اللي انت ناوي تتبعها في الخارج. مفيش حرب نهائي، وانسى انا دخلك في حرب لانك مش لاقي تاكل. المطلوب مني انا كرئيس جمهوريه اجيب لك حقك وانت قاعد بالقانون وبالتفاوض وبالسلام، وانا عندي اساتذه قانون دولي. انسى هم اللي اخترعوه يجيبوا حق بلدي وانا قاعد حاطط رجل على رجل معزز مكرم والتنميه جوه شغاله. ايه بقى التنميه اللي جوه؟ احنا ننتقل للجزء الثاني بقى. اي مشكله مع دوله خارجيه خلاص هنتعامل معاها يا بالتفاوض وبالسلم، وتقعدوا نبقى حبايب وعلى عيني وعلى راسي ونتعامل ويبقى فيه تجاره ويبقى فيه ويبقى فيه ويبقى فيه. يا بيني وبينكم المحكمه واللي يحكم بيه العدل الدولي خلاص هيتنفذ عليا وعليك. طلع والله ده حقك خلاص، حكم محكمة ما تقدرش تتكلم. تعال بقى للسياسة الداخلية. المواطن النهاردة حلو بقى، أنا بقى أنزل من بيتنا وألبس وأقف في طابور مدرسة في الحر وأنزل أنتخبك يا صديقي بتاع إيه؟ هتعمل لي إيه؟ أنا هستفيد من وراك إيه؟ أنا أصلاً قرفت، ما عادش عندي ثقة. أنا انتخبت مرسي خدت على قفايا، انتخبت شفيق خدت على قفايا، انتخبت السيسي خدت على قفايا، نزلت مليونات خدت على قفايا، ولادي اتقتلوا ولادي دلوقتي في السجون. أنت هتعمل لي أنا كمواطن مصري إيه؟ أنزل انتخبك بمناسبة إيه؟ هرجع تاني وأقول لك، لو أنت جالك رئيس قال لك استنى بعد سنة هعمل لك وهسويك وهتبص تلاقي مصر دي في البتاع، أعرف إنه بيكذب عليك. أنا بقى سياستي الداخلية، المواطن المصري بقى هيحس بإيه؟ أول حاجة الأمن الغذائي. الشعب ده لازم ياكل يا جماعة، الشعب ده لازم ياكل، لأن لو الشعب ده ما كلش انسى إنه يتعلم. أنا مش هبقى جعان وأنت عمال تعلمني أحدث تعليم في العالم وأنا جعان. أنا عفوا أنا مش مركز معاك، أنا مش قادر أركز معاك، أنا جعان. فطول ما أنت جعان يعني عفوا دلوقتي بص، انت جايب عيل علشان تعلمه احسن تعليم، الواد ده جعان مش هيركز في حاجه حتى لو انت جايب له ايه باللازم، يبقى انت جعان. يعني كل المثقفين هيقول لك لا التعليم رقم واحد، لا يا شباب الاكل رقم واحد، لان طول ما انت جعان لا هتقدر تتعلم ولا هتقدر تتعالج ولا هتقدر تتنيل على عينك. ما هو اصلا قله الاكل هي سبب البلاوي كلها، قله الاكل هي سبب قله الفهم في المدارس، قله الاكل هي سبب كل الامراض اللي عندنا. فلازم الشعب ده ياكل وياكل كويس. احنا عندنا موارد كتيرة وعندنا دول كتيرة حوالينا نقدر نشتري منها، مش تساعدنا معونات نقدر نشتري منها ثروة. هجيب الفلوس منين؟ بتهزر؟ هي مصر فقيرة؟ مصر منهوبة يا أستاذ، مصر منهوبة مسروقة.
مصر مش فقيرة ولا عمرها كانت فقيرة ولا هتبقى فقيرة. مصر عندها موارد النهاردة تقدر تشتري بيها كل الأكل اللي يكفي احتياجات مواطنيها. الأكل، الأمن الغذائي، لازم الأكل يتوفر للناس كلها بأسعار زهيدة علشان الراجل المواطن المصري يقدر يقف يشتغل. سيبك من الراجل ده، تعال نشوف واحدة ست، واحدة ست جوزها متوفي ودول كتير، شوف الست دي بتقول ايه. مسؤولية ايه؟ بقيت اسقف كده واقول تسلم الايادي، وقلت ده انا هعيش عيشة حلوة، بقيت في الحضيض يرضي ربنا. قولي لي ايه المشكلة؟ ها؟ المشكلة كل حاجة غالية، كل حاجة. ده انا كان اقسم بالله طعم الكشري على بقي، لسه بقول له طبق كشري ب 3 جنيه يقول لي لا ده ب 5 جنيه ب 7 جنيه. اقسم بالله اهو بقول له هو غلي؟ قال لي اه كل حاجة غلية. طبق الكشري كنت بتاكليه ب 3 جنيه بقى ب 7 جنيه. والمصحف ما بكذب عليك اهو، والله ما بكذب. قولي لي طيب، ما يمكن احنا بنستهلك كتير ولا احنا ما بنستهلك؟ استهلك ايه؟ انا حضرتك انا موظفة، انا لسه راجعة من شغل هدوم الشغل اهي من الصبح. انا شغالة في مستشفى طول النهار بشيل دم، وكلت حبة كشري. اقول ايه بس؟ اقول حسبي الله ونعم الوكيل. هدومي اهي، والله هدوم الشغل اهي. عندك اولاد ايه؟ انا معايا ثلاثة. ربنا يخليهم لك يا رب. والله اهو باباهم بنت وراجل اهو، جوزي ميت. يا ريت السيسي اللي انا بحبه وبشوف صورته كده في التلفزيون، كنت ببوس الشاشه، يا ريت يحس بيا، يحس بالناس كلها، يا ريت يحس بينا كتير. بس خايفه اتكلم. لا اخاف، اخاف والله اخاف. هو يحس بينا، هو عنده عيال وهيطلع له عيال عياله. يا سيسي حس بينا. فين فين؟ ليه ليه؟ لسه عبالنا جدا يعني. كام؟ كيلو اللحمة بكام؟ ايه اللي خلاص؟ نفضل نقول خلاص؟ نفضل نقول خلاص؟ معاكي فلوس تجيبي؟ تلاقيكي من شوية تجيبي أكل؟ اتكلمي، جات لنا الفرصة نتكلم. خلاص خلاص أنا هعيط خلاص. ده تلاقي زمايلي شايفيني وبنتي شايفاني وولادي شايفيني، بس غصب عني. طب تعالى اسمعي الله ونعم الوكيل. اسمعي بس ما تسمعيش. اقول ايه خلاص؟ طب لو انت مش عايزانا نطلع مش هنطلع. يا ستي خلاص، في ربنا، في ربنا. انا بمشي كده بكلم ربنا، اقسم بالله بمشي اكلم ربنا على العيشه اللي احنا فيها. احنا يعني في ذهول الصراحه، بننزل نشتري الحاجه مش عارفين نعمل ايه وبنرجع تاني يعني. انا بقى هترشح عشان دول، انا بقى عايز اترشح رئيس جمهورية عشان دول، عشان اوفر اللقمة لدول. لازم نفهم كلنا حاجة واحدة، انك تيجي النهاردة تبقى بعصاية سحرية تصلح مصر، ده مش هيحصل. وما تتوقعش من رئيس يجي يحول لك مصر دبي في ليلة، ولا في سنة ولا في 10 ولا في 20. مصر مش هتبقى دبي ولا احسن من دبي غير لما تبقى عندها تعليم. يبقى احنا اتكلمنا على السياسه الخارجيه اللي انا ناوي اتابعها مع التعامل مع الدول الثانيه. السياسه الداخليه بقى، انا اول حاجه هم ثلاث حاجات بس على فكره. فتره الرئاسه يا جدعان 4 سنين، اوكي، والدستور بيقول كده 4 سنين. فالاربع سنين دول انا لو قدرت اعمل لك فيهم امن غذائي محترم، واعمل لك فيهم مزارع سمكيه، اعمل لك فيهم مزارع للجمبري، نستفيد نجيب خبره من الصين، عاملين مزارع جمبري بيصدروا من الصين وتايلاند جمبري العالم كله برخص التراب. حتى اللي انت بتاكله ده من تايلاند، حتى اللي في بلدك من تايلاند، رغم انك عندك بحرين ونيل وبتاع مش مستخدمين، فكك احنا بنجيب من تايلاند. المهم طب ما نجيب الخبره من تايلاند بدل ما نشتري منهم السمك، يعلمونا ازاي نصطاد، مش المثل الحكمه بتقول كده؟ فنجيب الخبره من دول، نعمل مزارع جمبري ونعمل مزارع وننزل الحاجات دي في السوق برخص التراب للناس، مش مدعمه، برخص التراب لان هتبقى كتير. فاهم ازاي؟ نفس الكلام في المواشي، نفس الكلام في اللحوم، نفس الكلام في الدواجن وفي الفراخ. شوف عندك اراضي زراعيه قد ايه، شوف عندك فلاحين قد ايه، ندي الناس دي الامكانيات ان هي تعمل لك الحاجات دي كلها وتبيعها. خير مصر يا جدعان، خير مصر راح فين؟ خير مصر منهوب، منهوب بمعنى الكلمه، عشان خاطر
رجل اعمال عايز يكسب من استيراده من بره ويبيع عندك بالغالي. لا انا اقطع، انا اقطع رقبه رجل الاعمال ده، اقطع رقبه واحد علشان خاطر الشعب كله يعيش عادي مفيش مشكله، مش هقطع رقبته يعني اقتله. لا 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 لا، اركن كفايه عليك اللي انت خدته، اركن تمام. برضو ما وعدكش ان انا هرجع الفلوس اللي خدها السيسي والفلوس اللي خدها مبارك والفلوس اللي خدها مرسي والفلوس اللي خدها مش عارف. انسى انسى، اللي راح ما بيرجعش. ده كده من الاخر برضو لازم تحط في بالك الكلام ده عشان ما حدش يقعد يوهمك هنرجع الفلوس وهنوزعها للشعب فهيبقى نصيب الفرد. ما تحلمش، اصحى. انا بكلمك من ارض الواقع، مش هيحصل ولا انا ولا غيري ولا الجن، ولا انا ولا غيري ولا الجن هيعمل لك الكلام ده. حلو الكلام ده. انت دلوقتي محتاج كثقافه او كسياسه داخليه الاتي: انت محتاج امن غذائي، محتاج تعليم محترم. مش هختار، ده انت هتجيب ناس زي ما جاب الشيخ زايد كده، ناس من بره يحطوا لك منظومه تعليم تطلعك بني ادم. نلغي موضوع الثانويه العامه ونلغي مكتب التنسيق ونلغي المجموع ونلغي الكلام الدروس الخصوصيه، نلغي الكلام الفارغ ده كله. كل ميزانيه الدوله تتحط في التعليم والاكل بس. لو قدرت اعمل ده في الاربع سنين انا هسيب البلد دي بعد اربع سنين عندها تعليم محترم، مش للي عنده 40 سنه النهارده زي حالاتي وخد على قفاه. لا، الصغير اللي لسه طالع، عشان الصغير اللي لسه طالع ده هو اللي هيحول مصر دبي. انت اللي عشت وعشت في التعليم بتاع فتحي سرور، وعشت في التعليم بتاع صفوت الشريف والاعلام بتاعه والاعلام بتاع صفوت الشريف، وعشت في الهبل والعبط ده كله. سامحني انا مش هقدر اصلح لك ده، واكدب عليك لو قلت لك ان انا هقدر اصلحه، انما انا اقدر احط منظومه تعليم للجديد، الجيل الجديد اللي جاي، اللي حضانه من اول حضانه لغايه ثانويه عامه بالفلوس. من حضانه لغايه ثانويه عامه تعليم جديد، يطلع عندي بني ادم متعلم، يطلع عندي بني ادم متعلم، هو بقى ده اللي هيبني مصر من اول وجديد. اخر حاجه هقولها الصحه. يبقى هم ثلاث حاجات انا همشي فيهم: امن غذائي، تعليم، صحه، بكل موارد الدوله، بكل ما عنديش حل تاني. ان اللي عايش النهارده ده راح عليه خلاص فرصه التعليم المحترمه، يبقى ياكل كويس ويتعالج، ياكل كويس ويتعالج، ياكل كويس ولاده بقى اللي يتعلموا ويطلعوا هم بشر يشيلوا مصر. ده اللي مصر محتاجاه، ده البرنامج بتاعي بمنتهى الاختصار. لو عايزني اقول لك بتفاصيل قول يا وائل اسال، انا عايز تفاصيل. وهطلع لك فيديو عن التعليم، اطلع لك فيديو عن الصحه، واطلع لك فيديو عن الامن الغذائي، ما عنديش اي مشكله، وكله بالورق وبالبراهين وبالارقام. يبقى المواطن الحالي بالنسبه لي انا كرئيس جمهوريه، انا ليك عندي حاجتين: انك تاكل كويس وتتعالج كويس. الجيل الجديد هو اللي انا جاي علشانه، الجيل الجديد ده هو اللي انا جاي علشانه، الجيل الجديد، لانه الجيل الحالي اللي تربى خلاص على ثقافه عبده موته وصفي نصبق وبالنسبه له نجوم مجتمع، ده ما ينفعش وما تستناش منه اي تنميه، لان ده الحشيش لحس مخه. انا بكلمكم بكل بساطه وبكل صراحه، عايزين البلد دي تقوم هنعمل تعليم، وتعليم يتلغى فيه التنسيق، تعليم يتلغى فيه الثانويه العامه، تعليم يتلغى فيه من نظام المجموع. لا، لازم نعمل تعليم حر، الناس كلها تتعلم من الحضانه للثانويه العامه على اعلى مستوى، وتبقى الثانويه العامه دي شهاده عاديه تلزم للالتحاق بالجامعه فقط، لا في حاجه اسمها مجموع ولا مكتب تنسيق ولا بتاع، وكل واحد يختار الجامعه اللي هو تناسبه. وبالتالي بالمنظر ده انا لغيت لك الدروس الخصوصيه خالص، لان انا ههتم هحط لك ميزانيه الدوله كلها في التعليم، فهيطلع لك عندك شعب واعي يطلع بعد 10 سنين 15 سنه 20 سنه بعد ما اموت، بعد ما كلنا نموت، شعب متعلم. طول ما هو متعلم مش هيقبل عبده موته، مش هيقبل اللي زي السبكي، مش هيقبل اللي زي هيفا وهبي، مش هيقبل اللي زي الابراشي، مش هيقبل زي احمد موسى، مش هيقبل الناس اللي جايه تلعب في دماغه، لانه بكل بساطه هيبقى عارف ومتعلم انه الكلام ده كلام فارغ. هتبص تلاقي التنميه حصلت في كل المجالات. لو المصري دخل الكليه اللي هو بيحبها، دخل وتعلم تعليم جامعي عالي، أساتذة من بره بيعلموه لغايه ما يقدر هو يقدر يعلم اجيال، في اللحظه دي بس يبقى عندك دوله، في اللحظه دي بس يبقى عندك دوله. انسى ان الحرب تجيب اي حق، وانسى ان الجهل يجيب اي مستقبل، هو ده اللي لازم نعمله. فانا في الاربع سنين دول
مالكش عندي غير الحاجات اللي انا هموت نفسي، ده مش كده وبس، ده لو قدرت انفذ الكلام اللي انا بقوله ده خلال ال4 سنين اقسم بالله، اقسم بالله انا اخش الجنه حتف، انا اخش الجنه حتف، لان طبعا هتبص تلاقي ناس بتحارب وعقبات. ثانيه واحده، هو انت مش عارف ان انت وانت بره الرئاسه بتقول كلام وطموحات وشعارات، وما تيجي تخش هتبص تلاقي ان في ناس تانيه متحكمه في البلد، الناس دي مش هتقدر تكسر لها كلمه. انا بقى جاي عشان الناس دي، انا بقى جاي عشان الناس دي، هم دول صحاب البلد الحقيقيين اللي هم عايشين فوق والشعب كله واكل بالجزم، انا بقى جاي عشان الناس دي، والناس دي هتحاربني من اول دلوقتي على فكره. نتيجه للفيديو اللي انا بعمله ده توقع حاجتين، انه تعتيم تام ان في واحد مرشح نفسه لرئاسه الجمهوريه، يا اما هجوم، واول الهجوم هيبقى كلمتين بتعسيب ايدي عايز يبقى رئيس، والله والله وخربت يا ولاد، مفيش الا هو، خلاص البلد ما عادش فيه رجاله، نجيب قواد علشان خاطر يحكمنا، نجيب شاذ، نجيب مش عارف ايه. انا لا قواد ولا شاذ، انما انت اللي بتقول عليا الكلام ده، وانا ما رضيتش اقول عليك، يعني ما رضيتش ارد عشان عارف ان انت بتهوهو، وفي الاخر في الاخر الناس هي هتعرف الحقيقه من نفسها. ما رضيتش اخش معاك في حرب، حرب الاعلام اللي حصلت عليا بتعسيب ايدي، ومفيش واحد سابني ما عدا واحد اسمه تامر امين، هو اللي كان عنده الرجوله الكافيه ان يطلع يقول يا جماعه انا غلطان. بصراحه كلنا هاجمنا الراجل ده، انما العيب مش عليه. عايزين تشوفوا الكلام ده اللي انا بقوله؟ اه والله والله تامر امين قال كده بعد ما هو كان اكتر الناس اللي هاجمتني وقال لك دي دعاره وبتاع. لما بص في شغلي الراجل، الراجل فيه ناس بتفكر، مش كل الناس ما قبضه يا اسطى، مش كل الناس قبضه وبايعه شرفها، فاهم يا شردي؟ يا اللي جالك امراض الدنيا من كتر لحمه السكر الرخيصه المعفنه، مش كل الناس بايعه شرفها باللحمه. في واحد فكر اسمه تامر امين قال لك لا، ده الراجل ده لو كان خد فرصته كان زمانه بقى مخرج وبيعمل لنا النهارده مسلسلات ولا افلام ولا ميديا ولا حاجه كويسه. احنا بصراحه كلنا ده الوحيد اللي غنى لقناه السويس وعرض الاغنيه كامله، فالعيب مش عليه، العيب علينا احنا، احنا اللي بندي رخصه الشهره للي تتعرى اكتر او للي يسف اكتر، فالعيب مش على الراجل، العيب عليا. ما اعتذرليش صحيح، انما الكلام ده كان كافي انه اظهار الحق، لانه الاعتراف بالحق فضيله. فالراجل بعد ما هاجمني جامد وبص بعديها بشهر قال لك ايه ده؟ لا يعني احقاقا للحق، دي كلمته الشهيره، يعني احقاقا للحق انا هقول الكلام ده. الوحيد اللي كان عنده شهامه ورجوله انه يطلع يقول يا جماعه انا كنت غلطان، والغلط مش في اللي بيعمل، الغلط فينا احنا. عايزين تشوفوا المقطع ده؟ والله اهو. تخيلوا ان وائل صديقي ده هو هو نفس الشخص اللي كان طالع بيغني مع سلوى وبيلزلزه وبيمزمزه وبيعمله، عامل كليب مع واحده محترمه ولابسه كليب عن قناه السويس الجديده، ورايح صور الكليب في موقع حفر القناه من شهور، وقت ما كان كل العمال واقفين والعمل على قدم وساق لحفر القناه اللي الحمد لله الشغل انتهى فيها الاسبوع اللي فات. القصة هنا فين بقى؟ القصة انه وائل لما عمل الكليب ده من كام شهر وجاب بنوتة لابسة وغنوا لمصر وكذا، محدش سمع عنهم، محدش عبرهم، محدش قال لهم انتوا فين، محدش حتى عرض لهم الاغنية. فواضح ان وائل اكتئب وقال لك الله السكة دي بقى مش نافعة، سكة الفن اللي بجد اللي هنعمل حاجة للوطن وهنروح ونتعب نفسنا ونقف مع العمال ونقف مع الجيش وبتاع، واحنا بنحفر القناة ونخلد هذا الانجاز الاسطوري في اغنية وبتاع. ده معناه ايه؟ ده معناه ان العيب مش في اللي بيعمل، العيب فينا احنا، والله العيب فينا احنا، العيب في ان احنا بنجري ورا الشمال وبنجري ورا المسير وبنجري ورا اللحمة الكتير وبنجري ورا كل حاجة عايزة إثارة. لو كان في حد عبر وائل وقت الكليب الأولاني بتاع بحبك يا بلدي ده وقناة السويس ومش عارف إيه، كان مشي على المشوار ده وكمل في السكة دي، ويمكن مين عارف كان مين يبقى مخرج مشهور دلوقتي وبيخرج دراما ولا بيخرج مسلسلات وأفلام أو مخرج فيديو كليبس مشهور. لكن عشان محدش عبره حتى مع اجتهاده ومحاولاته، قال لك طب انا هشتهر. وسلمى دي اللي هي رضا الفولي قالت لك انا هشتهر،
فاشتهروا. هنروح بعيد ليه يعني؟ ما في كتير من الناس قلعت وانتوا عارفين دلوقتي نجوم وبتشاور عليهم وبتقول لك نجمه صف اول، وفي واحده قال طول عمرها بقت دلوقتي مذيعه ونجمه وفنانه وبتمثل وبتعمل كل حاجه، وفي فنانات دلوقتي بيتقال عليهم محترمات وان سوبر ستارز، اول كليب وتاني كليب ليهم قلع القلع وملط الملط ومحدش خد منهم اجراء، فاول ما اشتهروا اتظبطوا قال لك خلاص بقى هنخفف القلع احنا وصلنا اللي احنا عاوزينه. احنا للاسف مش بس في مصر بقى، الوطن العربي كله للاسف احنا اللي بندي باسبور الشهره خصوصا للبنات بالقلع، كاننا بنقول لهم اقلعوا نحبكم وتتشهروا خليكم محترمين مش هنعبركم. عرفتوا الغيب العيب في مين؟ الغلط عند مين؟ الغلط في اللي بيقلع ولا الغلط اللي بيشهر اللي بيقلع واللي بيحب اللي بيقلع؟ فحملة التشويه اللي حصلت عليا دي كلها دي لصالح سعد يونس والسبكي وعلاء الخواجة وهيفا وهبي وصفيناز وعبد وموتى والناس دي، انما برضو الشعب عارف ان الناس دي خربت بيته وخربت عقله وخربت دماغه وخربت اجيال، ونشروا ثقافات وسخة ونشروا بلطجة ونشروا دعارة، وكل واحد فاكر نفسه عبده موتة. كم واحد اتقتل عشان كل واحد فاكر نفسه عبده موتة وفاكر نفسه عارف المسلسل الاخراني كان اسمه الاسطورة ولا ايه؟ ده الناس مش عارفة كلمة محمد رمضان. يا محمد رمضان ما تصحى يا عم، ما تصحى يا عم، انت بايعنا وش كده ليه يا عم؟ عمال تنشر في الكلام ده ليه يا عم؟ في ايه يا اسطى؟ مش كده يابا، حرام بجد. يعني العيال الصغيرة ما تعرفش اسمك يا محمد. يعني انت كنت مرة بتتمنظر بعربية فوانت داخل تركبها انا سامع الجمهور ورا بيقول ايه؟ صوت اطفال عبده موتة احبيشة، وده كويس لانهم بينادوك بعملك فانت ناجح زي ما انا وائل سيب ايدي كده فاهم. بس وائل الصديق معروف، محمد رمضان معروف، انما لما الجيل الجديد ما يعرفش عنك غير انت عبده موتة واحد. انت لما تكبر يا جدع يبقى عندك 60 سنة هتخجل من الكلام ده. فوق يا محمد، مش كله فلوس يا محمد، خلاص يعني الواحد مش هياكل اكتر من معدته ويجيب عربيات ويجيب بيت وبتاع، هتعمل اكتر من كده ايه؟ نقول الحمد لله ونشتغل كويس بقى يا اخي. هو ده البرنامج الانتخابي بتاعي، ثقافه خارجيه، عفوا سياسه خارجيه وسياسه داخليه. السياسه الخارجيه سياسه تفاوض واتفاقيات لازم يتعاد النظر فيها في بالتفاوض وبالذوق وبالاحترام. ما ينفعش التفاوض والذوق والاحترام من اول اثيوبيا لغايه قبرص مرورا بتيران وصنافير المحكمه، مع عندنا محكمه عدل دوليه في كل حتت في العالم، هنروح وهنرفع قضايا واحنا معززين مكرمين وهناخد حقوقنا وهنثبت ان الكلام ده ما ينفعش لمصر. عندنا 90 مليون عايزين ياكلوا ويشربوا، مش هينفع ان الناس دي تعمل في البلد دي كده. هعيد كل النظر في كل الاتفاقيات اللي انا مش معترف لاي اتفاقيه، وما خفي كان اعظم، ده اللي طلع على السطح. الله اعلم الواحد لما يخش قصر رئاسه ويمسك يقولها اسود انتوا عملتوا ايه ليه كده؟ الله اعلم. وبقى هقول لكم على الطريقه انا عشان احس بالمواطن اللي انتوا شفتوه ده اللي كان بيعيط من شويه عشان مش لاقي اللقمه، انا مش هينفع اخش قصر الرئاسه. هتقولي ما مرسي قال لك الكلام ده قبل كده وبعد كده راح قصر الاتحاديه. لا انا فعلا اصلا انا نفر لوحدي، اعمل ايه في نفر لوحدي في قصر الرئاسه؟ انا مش عايز الكلام ده. برضو تخيل وتوقع ان اول ما هيطلع الفيديو ده امريكي، ده خاين، ده عليه مش عارف ايه، ده عميل، ده بتاع، عشان يفضل هو فوق وانت برضو عارف وائل الصديقي ماشي معاك في العدل من اول يوم. ما تسلمش ودك للاعلام، لان الاعلام انت عارف ان هو متباع رسمي علشان يوصل لك ثقافات زي الخرى علشان تفضل انت تحت ويفضل هو فوق. الامر الوحيد ان يجي لك واحد يقول لك انت محتاج ايه بالجد، انت محتاج ما تخشش حرب فتتعامل مع المشاكل بتاعك من اول اثيوبيا وسد النهضه لغايه حقول الغاز اللي ما بيننا وما بين قبرص وترسيم الحدود اللي حصل في المتوسط وفي الاحمر. لا، الناس دي الحاجات دي هيتعاد فيها النظر وهتتفتح قدام المحاكم الدوليه وهنخش معززين مكرمين وهنجيب حق بلدنا كرجاله كشباب. مش هيبقى عندي وزير اعلى من 50 سنه، الشباب اللي في السجون دول هيطلعوا هيبقوا وزراء في عهدي انا. ليه؟ لان كلهم بالذات المعتقلين، مش اللي هو بقى غير حرامي، لا 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 لا، المعتقل السياسي، الاختفاء القسري، الناس اللي اختفت دي كلها، الناس دي تطلع وتمسك يعني الناس دي عندها فكره، يقعدوا مع بعض هم اللي يحطوا دستورهم. يا جدعان احنا 70% من الشعب المصري تحت سن ال 35 سنه، يعني ايه الكلام ده؟
يعني احنا أمة شابة، احنا أمة شابة، ازاي عواجيز يحكموا الشباب؟ ده الوزير عندنا ما بيعرفش يبعت ايميل جايبين له موظفة طبعا بتلوى وأم داخلة متعينة بالكوسة وبالنيلة وبتاخد 100,000 جنيه علشان خاطر في الآخر تقعد تبعت ايميل للوزير اللي ما بيعرفش يبعت ايميل، ليه؟ لأنه عجوز مش متابع، وأنت عندك ثقافات، ده العيال مسحوا الأرض بالحكومة أيام الثانوية العامة، ده الجيل الجديد طالع بص ماسك التكنولوجيا دي شاربها كده، وانت لسه النهارده محسسني ان احنا ايام المطابع الاميريه بتاعت ده فضيحه الثانويه العامه دي. ما ايه ده؟ تهزر؟ لازم تراعي ان الجيل الجديد ده جيل ذكي جدا، ولازم تديله الحق ان هو اللي يختار حياته بنفسه، هو اللي يحط دستوره بنفسه، هو اللي يحط قوانينه بنفسه، لان دي هتبقى حياته، انت خلاص رجلك والقبر. فلازم تعلمه كويس عشان يعرف يعيش، لان ولادك هيبقوا في وسطه، لو فاكر ان انت ولادك هيركبوه زي ما انت ركبت انسى انسى، ده فحتك فحتك، ده بقى يعني مش قصف جبهة زي ما بيقولوا، ده دمارك في موضوع الثانوية العامة. تحدي العيال بتوع الجيل الجديد ده من اغبى ما يمكن، ده انت تاخد العيال دي كده وتقول لهم بصوا اللي جاي ده بتاعكم، اللي جاي دي حياتكم، حطوا حياتكم زي ما انتوا عايزين، تطلع مش تسجن لي. ده فعلا الف الثانويه العامه اتسجنت. بتهزر؟ انت بتهزر؟ بتهزر؟ تسجن لي عيل في ثانويه عامه وعنده 14 سنه ولا 15 سنه؟ دوله ايه دي ونيله ايه وبتاع؟ فيبقى برنامج للمره الاخيره سياستين، سياسه تفاوض في الخارجيه علشان نجيب حقوق بلدنا اللي هطلت وضاعت من غير اي راي مصري او اي رؤيه مصريه او اي فكره او اي حد، وكان كل اللي يفتح بقه يخش السجون. انا غير معترف بالكلام ده، والكلام ده لازم يرجع تاني. والسياسه داخليه هم ثلاث حاجات لو قدرت انفذهم في 4 سنين بنجاح اقسم بالله ابقى انا وفيت، اقسم بالله ابقى انا وفيت. طب وهتعمل ايه في الفساد وفي الدولار؟ والله لو انت علمت الناس وطلع عندك شعب متعلم، تعليم عالي، تعليم نظيف، تعليم زي بتاع الامارات وماليزيا، تعليم زي بتاع امريكا، وانا مش هخترع، ده انا هجيب ناس من بره تعلم الناس. انا هجيب المنظومه بتاعت بره اللي جابها الشيخ زايد، بص الامارات بقت عامله ازاي بعد 20 سنه، بعد جيلين هم اتعلموا صح، بص النهارده الامارات عامله ازاي بعد ما كانت صحرا. انا كنت عايش فيها صحرا من 20 25 سنه. انا شفت الكلام ده بعناية، مش عيب ان انا يعني اقلد التجربه بتاعت ماليزيا، التجربه بتاعت الامارات، التجربه بتاعت امريكا، التجربه مش عارف. لا 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 لا, لا. اللي بقى وصل للكلام ده كله وناسا وغزو العالم والسينما والاقتصاد والفلوس والدولار والسيطره والهيمنه والتحكم اللي انت شايفه ده كله، جيب العلم، جيب الدراسه، جيب الاختراع، خدوا الاساسيات، خدوا كل العلماء، هو بقى ما عندوش ناس في امريكا، ما عندوش ناس. قال لك استنى استنى استنى، هات احمد زويل من هنا، هات هات الباز من هنا، هات مش عارف مين من هنا، هات مش عارف من الهند مين، هات اعملوا لي دوله وخد جنسيه وخد فلوس وخد مكانه وخد نوبل وخد وخد وخد، وهات يا عم العلم اللي عندك. اول ما خد العلم اللي عندك رجعوا لنا احمد زويل جثه هامده عنده سرطان. حصل ولا ما حصلش؟ مصر استفادت من احمد زويل في حاجه؟ لا خالص خالص، حق يتقال، مصر ما استفادتش من الراجل ده بحاجه خالص. حتى لما رجع حاول يعمل جامعه النيل حربته فيها وبتاع. هل امريكا استفادت منه؟ اه، خدت الزبد بقى، خدت الزبد ومضته ان هو ما يقدرش يتكلم عن اللي هو اخترعه او اكتشفه، وبقى ايه الفيمتو ثانيه ده حاجه محدش عارف ايه علاقتها في ايه، محدش عارف ايه ده، دي حاجه كده بقت ملك امريكاني خلاص، كان زمانها ملك مصري دلوقتي. نفس الكلام مع ناس كتير مش مشاهير برضو مصريين شغالين في امريكا، بيدوا قلبهم وبيدوا حياتهم وبيدوا، لان احنا بلد بتكره. واحد قال لك يا ريس ده انا ممكن اصلح السينما تسجنه سنتين، اتقل اتقل، هي الدنيا دوارة عجلة. خير ان شاء الله بإذن الله، وهو ده اللي انا عايز اعمله للمصريين. الشعب الحالي دلوقتي بالنسبة لي ملكش عندي غير حاجتين، انا لو في 4 سنين قدرت اوفيهم بحيث اوفر لك امن غذائي انت تاكل وتشرب في ال4 سنين دول فعلا بمرتبك من غير ما تتحوج لحد، وفعلا تتعالج، خير وبركة. ولادك ليهم عندي ايه؟ تعليم نمرة واحد في العالم. تبص تلاقي طالع جيل بني ادم، بني ادم بمعنى كلمه بني ادم، مش مثله الاعلى عبده موته وصفيناز، لا هو عقليته بعد ما يتعلم مش هيسمح بالكلام الفارغ ده، مش هيقبله. هتلاقي الناس دي ركنت ليه؟ لان ما عادش ليها حد خلاص يشوفها. انما كل ما اصلت الجهل كل ما الناس دي كبرت. شفت الدنيا ماشيه ازاي؟ بس ده ملوش حق يا عم، ده امريكاني. اتفرج على الهجوم اللي هيحصل
وده انا متوقع، او التعتيم التام عن الفيديو ده. ولو حصل تعتيم تام ان في مرشح لرئاسة الجمهورية، مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية 2018، مالكش دعوة حبيبي باللي انا عارف ان انا عليا حكم، انا عارف ان انا عندي جنسية تانية، انا عارف ان انا عندي جنسية امريكية، انا عارف ان انا لسه 2018 هكمل ال 40 سنة ما كملتش السن القانوني، انا عارف كل ده. انا ظروفي دي، انا في لجنة هتحدد اذا كان وائل الصديقي يقدر ينتخب نفسه او ما ينتخبش، هي اللي هتحدد الكلام ده. فانا عارف ظروفي وعارف الاوراق اللي هقدمها وعارف انا هعمل ايه. اللي عليك انت نشر الفيديو ده. ليه؟ ابقى انت الاعلام البديل، ابقى انت اللي بتفتح عينين الناس، انت اللي بتديهم امل. والله في واحد مننا اتقهر زينا واتخرب بيته زينا واتنقش لحمه زينا واتسجن ظلم زينا واتخرب بيته ونام على الارض وما هو ما لهوش اي حد في الدنيا الا احنا. واحد منك بكل بساطة، انتوا كلكوا عارفين ان وائل الصديقي بتاع سيب ايدي ده مش اخوان، لانه عامل فيديوهات ضد الاخوان، وعارفين ان هو كان سيسي وبعدين يعني لما لقى سيسي بيعك قالك لا مش هبقى سيسي. ده مش كده وبس، ده انا نشدتك انك تعمل حاجة ما عملتهاش للمستقبل الوطن. لا لا لا، بقولك ايه، انت بقى تخلع وانا اجي مكانك، لان مفيش حل تاني، لازم اخش اعمل حاجه بايدي. ما انت مش جاي تصلح، انت مش جاي تصلح، بالعكس ده الدنيا اتنيلت اكتر الف مره من قبل ما تيجي. اذا انشر الفيديو، عرف الناس ان في مرشح محتمل لرئاسه الجمهوريه جاي، مش جاي يشتغلنا، لا ده عنده واحد اتنين تلاته خارجي هيعمل كده، وداخلي عندنا ثلاث حاجات مهمه قوي، صحه وتعليم وامن غذائي. الحاجات دي لو اتوفرت هيطلع عندك بلد، هيطلع عندك مواطن، هيطلع عندك دوله. ليه؟ مواطن متعافى شبعان متعلم، عايز اكتر من كده ايه؟ هتبص تلاقيه بيبني البلد، وهتبص تلاقيه خلاص التعليم نضاف له دماغه، الامن الغذائي راجل بمرتبه بيشتغل وبياكل، صحته حلوه عنده تامين صحي محترم، نبعت نجيب احسن تامين صحي في العالم نحطه في مصر، ميزانيه الدوله بدل ما هي رايحه للتسليح، كفايه تسليح، عندنا اقوى جيش في الوطن العربي، نخش بقى نجيب تعليم، نخش بقى نجيب صحه، نخش بقى نجيب اكل، نخش بقى نوكل الغلابه يعني بقى. نقف بقى، نقف نقف على رجلينا من تاني. ما انت طول ما انت جعان مش هتقف، طول ما انت جعان مش هتقدر تحارب، طول ما انت جعان مش هتقدر تتعلم، طول ما انت جعان هيجي لك الامراض. نقف بقى نشتغل، نقف بقى نشتغل لما الحاجات دي تتحقق، نقف بقى نشتغل. وبعد الاربع سنين ارجع بقى انا تاني، ارجع انا تاني بقى لحلم حياتي، اقعد بقى ورا الكاميرا واقعد اشتغل بقى، اعمل اخراج، اعمل فيلم بقى، احقق حلم حياتي انا كبني ادم بقى يا جدعان بقى. انا بقى على فكره اتقل دم فيديو عملته في حياتي، بس والله لو انتوا قلتوا عايزينك تعالى اقسم بالله ما هتاخر عليكم، وهنفذ اللي انا قلته ده بالحرف الواحد، وهو ده البرنامج الانتخابي بتاعي. عايزين مش عايزيني؟ خلاص يا عم انا عملت الفيديو وعملت اللي عليا ومش عايزيني، انتوا احرار، هتبقوا وفرتوا وريحتوني وشلت وريحتوني من المسؤوليه، اقسم بالله تبقوا ريحتوني من المسؤوليه فعلا. ليه؟ لان انتوا عارفين وائل الصديقي مش بتاع السياسه وبتاع، ما بكرهش في الحاجات دي قد الكلام ده، انما يوم ما الاقي ناس بتبكي بالدموع عشان جعانه في مصر، لا لازم اعمل حاجه، انا عندي خطه اعمل بيها حاجه. والله عاجبكم على كده، على عيني وعلى راسي، ومصر كلها على عيني وعلى راسي، وكل الناس اللي في السجون ترجع، وكل الناس اللي هربانه ترجع، ويبقى في حريه في الكلام ده. انا يوم حتى ما يقوم عليا الشعب يعمل ثوره هيبقى عندي شعب متعلم قايم عليا ثوره، مش شعب جاهل. شفتوا القذافي عنده شعب جاهل الثوره قامت عليه عملوا فيه ايه؟ انما يوم ما يتقام عليا انا ثوره وانا رئيس جمهوريه والشعب متعلم، انت بتتعامل مع متعلمين، بتتعامل مع مخاخ مفتحه، عمرهم ما هيعمل، ما هيبقى فيهم البربريه اللي حصلت في دول تانية دي قطت على ناس وعلى الرؤساء. ساعتها لما يقوم عليك شعبك وهو متعلم غير ما يقوم عليك شعبك وهو جاهل جعان، صح؟ كل كلمه انا قلتها لك اعقلها، مالكش دعوه انا بظروفي هنتخب نفسي ازاي واوراقي والجنسيه والقضيه والهبل الجنحه والكلام الفارغ ده كله، كل ده ما تحملش همه، فكر في اللي يخصك. يوم ما انتخبك انت كوالد صديقي هعمل انا ايه؟ هستفاد انا ايه؟ انزل انا من بيتنا ايه؟ انا برشح نفسي رسمي لرئاسة مصر 2018 قدام اللي هيترشح سواء كان سيسي ولا غيره، والله المستعان على ما اقول. وان شاء الله في فيديوهات تانية جاية على حسب رد الفعل للفيديو ده. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. وائل الصديقي.